الكلية الفنية العسكرية تعتبر الذراع الهندسية للقوات المسلحة، مهمتها الرئيسية هي تخريج مهندس ضابط يتحلى بالكفاءة العلمية والعملية والقيادية. طبعا احنا النهاردة فيما يخص الكلية الفنية العسكرية في صدد تخرج دفعة 61 فنية، ده حدث يعتبر نتاج عمل 5 سنين متكامل سواء لأعضاء التدريس وهيئة قيادة الكلية أو القيادة العامة للقوات المسلحة بدعمها المتواصل وحرصها على جودة العملية التعليمية والكفاءة الفنية والتعليمية لخريج الكلية الفنية العسكرية. ده مجهود 5 سنين سواء من الطالب نفسه أو من المدرس أو من إدارة الكلية على مدار ال5 سنين. الكلية الفنية العسكرية بتهتم بالعملية التعليمية تعليم وتعلم. تعليم إن المحاضر بيدي العملية التعليمية للطالب بالشكل التقليدي، ولكن بيديله فرصة يجتهد يذاكر ويحضر بعض العناصر من المقرر بحيث إن أنا أزرع في الطالب القدرة على البحث والتعلم. الشق الثاني المناخ العمليات التعليمية، ده دائم التطوير. الطلبة عندها منظومة إدارة العمليات التعليمية اللي هي Learning Management System أو الـ LMS. البيئة الحاضنة للعمليات التعليمية سواء من قاعات دراسية أو معامل أو فصول استذقار مسائية أو حتى الإيواء والإعاشة، الكلية حريصة جدا على توفير أفضل السبل وأفضل الأدوات اللي بتأكد في النهاية على إتمام منظومة التعلم بالنسبة للطالب من ساعة ما يصحى من النوم إلى أن يرجع ينام تاني آخر اليوم بعد ما يمر بكل مراحل يوم العمل.